بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة، ليلة 12 من شهر شعبان لعام 29 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نواصل الحديث عن المعاصي التي ينبغي أو يجب تطهير النفس منها حتى تتزكى. وقد سبق الحديث بشيء من الاختصار مع بعض البسط في بعض المواضع عن إتلاف النفس، وفي هذه الليلة نتحدث بتوفيق الله تعالى عن إتلاف العرض. فإن الواجب على المسلم أن يصون عرضه، كما يجب عليه أن يصون عرض غيره. إلا بالقدر الذي أذن به المولى سبحانه وتعالى مما يليق بكرامة الإنسان. ولذلك ألفاظ مناسبة في الشرع والعرف، أما هتك العرض فهو مذموم على كل حال. وعرض الإنسان لا يعني فرجه كما هو متبادر، بل عرض الإنسان يعني كرامته ومكانته بالإضافة إلى أهله ونسله ونحو ما تقدم. فإن الإنسان السوي هو الذي يرتقي بنفسه عن الحضيض ويترفع عن سفاسف الأمور، ولا يرضى بالدون، لأن الله عز وجل خلق الإنسان فكرمه أحسن تكريم وجعله قطبا في هذا الكون، جعله سيدا مطاعا، سخر له منافع هذا الكون وطاقاته، جعله خليفة في هذه الأرض. ولذا أكرمه بالوحي الرباني الذي يصوغ علاقاته وينظم حياته فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين أخيه من بني جنسه، وفيما بينه وبين الحيوانات الموجودة في هذا الكون، بل فيما بينه وبين جميع مفردات هذا الوجود حتى الجمادات، لأن وجود الإنسان ليس كوجود بقية الكائنات، أو لأن الدور المنوط بالإنسان ليس هو الدور نفسه المنوط بغيره من الكائنات. لأن كان الجميع مطالبا بعبادة الله عز وجل، أو فطر
لأجل عبادة الله عز وجل، إلا أن الإنسان أوتي الاختيار، وهذه القدرة على الفرز بين الأشياء مع ترجيح بعضها على بعض لم تؤت غيره من الكائنات، ولذا حمل أمانة عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال، فيليق بكرامة هذا الإنسان أن يكرمه الله عز وجل بما يوجهه به إلى ما فيه منفعته وإلى ما فيه سموه ورفعته في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى كذلك. والآيات الكريمة في ذلك كثيرة، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، وسبقت الإشارة إلى هذه الآية الكريمة ودلالتها عدة مرات. هذا التشريع الرباني الذي أوحاه الله عز وجل إلى عبيده من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام إنما هو لأجل جعل هذا الإنسان يعيش في طمأنينة وفي راحة وفي أمن وسكينة، بحيث تنسجم اختياراته مع حركته الاضطرارية، فينشأ نتيجة هذا الوئام وما يعرف بالاطمئنان أيضا. فتشريع الله عز وجل هو الملائم لطبيعة هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فحركة هذا الكون بما أنها مفطورة ومسيرة من عند الله عز وجل، والحركة الأخرى من الإنسان التي أوتي فيها مجالا من الاختيار، ليس هناك أحسن من الله عز وجل لأجل صياغة علاقاتها ونظامها، لأنها تصدر جميعا من مشكات واحدة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وابتلى الله عز وجل هذا الإنسان بالشهوة، وهي الرغبة الجنسية، بحيث تتطلع النفس من جنس من هذا الإنسان إلى الجنس الآخر، تكون هناك علاقة بين الذكر والأنثى، جعلها الله عز وجل سببا لامتداد هذا النوع الإنساني، وهذه سنة الله تعالى في الكون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا الابتلاء من الله عز وجل لعباده ابتلاء عظيم لا يقدر عليه كل أحد إلا من وفقه الله، والسائر فيه على خطر عظيم لشدة هذه الفتنة. وقد سبق الإشارة إلى أن الشهوة من أركان الكفر، أي التي تقود إلى حرام وتوقع صاحبها في الإثم. وفي هذه الليلة
لست بصدد تكرار ما سبق ذكره، وإنما أود أن أركز على بعض القضايا. نستفيدها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعيننا فيما نحن فيه. في كتاب الله عز وجل التحذير من الفتنة، أيما تحذير، فالله عز وجل يصف الفتنة بقول والفتنة أشد من القتل، ويقول والفتنة أكبر من القتل، بل جعل الغاية من قتال المؤمنين القضاء على الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي موضع ويكون الدين كله لله، ولئن ذهب بعض المفسرين إلى تفسير الفتنة في هذه المواضع الثلاثة بمعنى الكفر لأنه أعظم ذنب، إلا أن هناك طائفة من المحققين يقولون بعموم دلالة كلمة الفتنة، فهي اسم جنس. فتشمل كل نوع من أنواع الفتنة، وإن كان الأعظم منها الكفر، فالكفر داخل فيها. وتصوروا معنى الآية عندما يصف المولى تعالى الفتنة بأنها أشد من القتل. لئن كان الناس يحرصون على حياتهم فيدفعون الصائل عليهم بأقصى ما يملكون حفاظا على هذه الحياة، فما بالكم بشيء يوقعهم في الخسران المبين، وهو دخول جهنم والعياذ بالله، أليس أكبر من فتنة القتل؟ أو ليس أكبر من القتل؟ أليس أشد من القتل؟ لأن القتل قد يفوت نعيم هذه الحياة الدنيا على المؤمن، إلا أنه يعد شهيدا إن وقع عليه هذا القتل ظلما، وهو فائز عند الله عز وجل. لكن الأمر أخطر فيما يؤدي إلى الخسران في الآخرة والعياذ بالله عز وجل، يلقي في نار جهنم في ذلكم العذاب الأليم. فالفتنة على كل حال أمر فظيع، أمر خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن في آخر الزمان، ونحن لا نعلم هل اللحظة التي نحن فيها هي آخر الزمان أم لا، فالغيب لله عز وجل. لكن علامات كثيرة تظهر شيئا من الفتن التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها تظهر في آخر الزمان، ولا تنافي بين ذلك، لأن آخر الزمان قد يمتد طويلا فلا يقاس بأعمار الناس المحدودة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى. والساعة لم تأتي إلى الآن، وقد مضى
على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 عام، على أن الإنسان لا يعلم ساعة موته فهو على خطر من الفتنة. على كل حال، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلم يرفع ويكثر الهرج أي القتل، وترفع الأمانة من قلوب الناس، وهذا حاصل. قبل ساعات فقط اتصل بي أحد الناس يسأل عن سؤال، بأنه سافر في بعثة دراسية لمدة 3 أشهر وترك زوجته في البيت، وإذا به يفاجأ بأن هذه الزوجة على علاقة بقريب بشخص برجل قريب، مع أنه تزوج هذه المرأة منذ 10 سنين، أدخلت قريبا لها أو قريبا له، هو رجل أجنبي على كل حال ليس ذا محرم، أدخلت هذه المرأة هذا الرجل إلى البيت المرة الأولى، ثم المرة الثانية، ثم المرة الثالثة، وهكذا يرتقي الأمر في كل مرة أكثر من سابقته. في المرة الأولى كان يتبادلان الحديث، في المرة الثانية كان يتبادلان القبل، في المرة الثالثة مضى أكثر من ذلك. ويقول السبب هاتف، مكالمة في الهاتف. الأمانة ذهبت، أمانة المحافظة على العرض، الحياء ارتفع من قلوب النساء، الغيرة ذهبت أيضا من قلوب الرجال، بدلا من أن يكون هذا القريب مراعيا لقريبه في غيبته يحفظه في أهله وفي ولده، إذا به يخونه، وإذا بهذه المرأة تخون زوجها أيضا في نفسها لما غاب عنها. قبل مدة أيضا ما يقارب الأسبوعين اتصلت بي امرأة أيضا تذكر حادثة مؤسفة على هذا النحو، بأن أخا يعتدي على أخواته، جملة من أخواته في البيت، وهو ذو محرم منهن، وظاهر هذا الشخص الصلاح للأسف الشديد، ولكن هذا الذي يفعله منذ مدة، فما الحل؟ قبل مدة أيضا، وهذا يتكرر كثيرا، يقع هاتف أحد الأولاد في سن المراهقة في قبضة أبويه أو أحدهما أو أحد إخوته، ليكتشف أنه مليء بالصور الفاضحة، فحينما يسأل عن ذلك بعد
شدة يعترف بأنه يستلم هذه الصور من أصحابه، وهو بدوره يرسلها إلى غيره، وهكذا يتبادلون هذه الصور، بل المقاطع المسجلة صوتا وصورة فيها كل شيء. ليس على رجل ولا على امرأة قطعة ثوب للستر، بل ربما يمارسان ما يمارسانه من المعاشرة الجنسية. هكذا تصوروا ما يحدث لأولاد في هذا السن حينما يشاهدون مثل هذا. هذا خطر على الكبار والصغار، المتزوجين وغير المتزوجين. أصبح يتناقل بالرسائل أو بلوتوث أو ما عرف كذا. يأتيني خبر ويتكرر أيضا بأنه يكتشف أحد الطلبة سواء في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية أنه يتعامل مع الإنترنت، شبكة العالمية للمعلومات، له جهازه الخاص، أو أنه في بعض الأحيان يستعمل جهاز غيره. ومعلوم أن الجهاز يحتفظ بالمواقع التي فتحت، فيكتشف أنه دخل في بعض مواقع الدعارة، وهي معروفة عند الشباب. بل في بعض الأحيان لا يحتاج الأمر إلى أن يسعى المرء إلى فتح هذه المواقع، ولكن عندما يفتح بريده المعروف بالإلكتروني يجد رسائل على هذا النحو من الصور الداعرة الفاضحة، أو بعض العناوين لبعض المواقع المفسدة. هذه الفتن التي تقع، وهي من الخطورة بمكان. لما أذكر هذا أيها الإخوة؟ لأن هناك طائفة من الناس قد يكونون من إخواننا، من أولادنا، من أصحابنا الذين يصلون معنا ويحضرون الدروس، بل ربما يلقون الدروس، وقعوا. والفرق خيط، الفرق شعرة. ولو كشف الأمر كما ذكرت، لو كشف الأمر كما في بعض الأحيان عندما أقرأ عن بعض الباحثين عندما يلقي دورة أو محاضرة ويطلب من المستمعين أن يعترفوا دون أن يذكروا أسماءهم، فإذا به يجد أن أغلب الحاضرين إن لم يكن الجميع قد وقع له شيء. لكن كما يقال كل واحد يستتر بستر الله. أن الخطر كبير. الحذر من الفتنة يقتضي الابتعاد عن الأسباب التي تؤدي إلى العطب، تؤدي إلى الانحراف. الحذر من الأسباب التي تؤدي إلى هذه الفتنة. والأمر شائك، لأن التقدم في هذا العصر أو مغريات الحياة أو وسائل الاتصال جعلتنا نتعامل مع هذه الآلات وهذه المكتشفات بحيث أصبحت جزءا من حياتنا، ومهما حاول أحدنا أن يبتعد عنها ربما يستطيع الابتعاد عنها فترة من الزمن ثم يعود، لا يكاد يستغني عنها. انظروا الآن
الجهاز موجود. هل يستطيع أحد أن يقول بأنه يستغني عن جهاز اتصال؟ الآن الآلة التي تصور موجودة نستعملها، الحواسيب نستعملها، نتعامل مع الشبكة العالمية. إذا قطعت نفسك عن هذه الوسائل كأنك تعيش في غير عصرك، وخاصة أننا نعيش في عصر تنافس، كل صاحب فكر يريد أن ينشر فكرة، فأصحاب الفساد ينشرون فسادهم عن طريق هذه الوسائل، وأصبحت القنوات الفضائية يزيد بعضها على بعض بقدر المشاهدين أو المتابعين لها، وبذلك تربح بسبب الدعايات التي تنشر فيها. فإذن لا يستطيع أحد أن ينكر أن أغلب الناس يتابعون هذه الوسائل أو يستعملونها، ولا يستطيعون الفكاك عنها. كنا نسمع عن بعض الناس في بعض البلاد القريبة أو بعض الأفكار يحرمون استعمال الدش مطلقا، هذه الصحون الفضائية. أصبحوا الآن هم الذين يقودون الأمة في عدد القنوات الفضائية، كانوا يمنعون من دخول المجلات التي فيها صور، أو يمنعون التصوير ولو ما يسمى بالصور الفوتوغرافية، أصبحت مجلاتهم الآن تتسح الأسواق. كانوا يمنعون استعمال الإنترنت، وإذا بهم الآن يفتحون مواقع لأنفسهم، وتعتبر مواقعهم من المواقع المتقدمة التي يرتادها ملايين الناس كل يوم. إذن التعامل مع هذه الوسائل أصبح واقعا، والفتنة أيضا حاصلة. لا يبقى إذن إلى تربية النفوس على السيطرة، يجب تربية النفوس على الإيمان، على القدرة، على الترفع عن سفاسف الأمور، تربية النفوس على مراقبة الله تعالى في السر والعلانية، على الرقابة الذاتية. من استطاع أن يسلم من هذه الأشياء فذلك حظ، لكن ليس جميع الناس يستطيع ذلك، بل التعامل مع هذه الوسائل أصبح ضرورة أيضا. إذن لا بد من تربية النفوس على الإيمان، تربية النفوس على العفة، بحيث يغرس الحياء في قلوب النساء منذ نعومة أظفارهن، تغرس ويغرس الحياء أيضا في قلوب الرجال، وتغرس فيهم الغيرة أيضا على أعراضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر برجل ينصح أخاه في الإيمان قال له دعه، فإن الحياء خير كله، أو في بعض الألفاظ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء من الإيمان، أو قال شعبة من الإيمان، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي ينزع عنه الحياء يرتفع عنه الإيمان. إنما مما بقي من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي ينزع عنه الحياء من قلبه يصنع كل شيء، لا يبالي بدين، لا يبالي بفضيلة، لا يبالي بحقوق، لا يبالي بعرف أو عادة. وهذا هو الواقع اليوم. باسم التطور والمدنية تلغى العفة والحياة،
عندما ينازع أحد أو يجادل أحد فيما يظهر من فساد وانحراف في العالم، يجاب بأن هذا ضريبة للمدنية، ضريبة للتطور، كأن المدنية لا تحصل والتطور لا يحصل إلا بالقضاء على الأخلاق، على العفة، ولا دخل بين الأمرين. بل إن هذه المدنية التي تتصور كذلك وهي تخوض في الفساد إنما هي من أسباب الزوال، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، هذا يؤدي إلى فساد الكون، فساد نظامه، والأثر سيقع على الإنسان عاجلا أم آجلا. ولئن كان الإنسان يريد بمدنيته التسلط في هذه الأرض والتمتع بخيراتها فإنه لن يستطيع تحقيق ذلك، لأن أثر فساده سيأتي عليه، وهذا هو الواقع اليوم. في الأسبوع الماضي أو الذي قبله يجتمع الناس في اليوم العالمي للإيدز، وهم جميعا يهربون من سبب الإيدز، مع أن ضحايا الإيدز بالملايين بالملايين، ليس شخصا واحدا. وماذا يقولون؟ نشجع في الجامعات وسائل منع الحمل، وينشرون طرق العزل أو العوازل للرجال حينما يتعاملون يتعاشر الرجال مع النساء، طلاب مع الطالبات، بدلا من أن يعترفوا بأن السبب الرئيس لهذا الإيدز، لهذا المرض الخطير، الانحراف عن الفطرة السوية، الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، يتمادون في غيهم وطغيانهم. وهذا عندما تتحكم الشهوة في النفوس بحيث يصبح المرء عبدا لها، وتصبح هي السيد المطاع، تدفعه لأن يبذل كل ما يستطيع لأجل تحقيق رغبتها، لأجل الظفر برضاها دون مبالاة بدين أو خلق. والبشرية اليوم تقاد على هذا النحو، تنقلب الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، وكأن الذي ينادي بالعفة يعيش في هامش من الحياة، أو يعاكس التيار. أحد الإخوة يخبرني، يقول كنت في محاضرة في إحدى البلاد الأوروبية يدرس هناك، يقول فالمدرس يعني بدون حياء مع الطلبة يناقشون هل هناك فتاة عذراء في الفصل؟ لم تفتض بكارتها؟ يقول ما رفعت يدها إلا واحد. شيء عادي، أمر طبيعي. أصبح الأمر معكوسا، وأصبح هذا يظهر في بلاد الإسلام أيضا، للأسف أصبح يظهر في بلاد الإسلام، بلاد الفضيلة، في أمة الأصل فيها أنها خير أمة أخرجت للناس بسبب الفتنة والفساد والانحراف. نسمع عن بعض الشباب في وقت الأوقات أنهم غرقوا في الفساد والانحراف إلى الأذقان، وكأن الشباب هم المتهمون بهذا، وهذا فيما يظهر. وإذا بي اكتشف قبل مدة
أن هذا الفساد ينخر أيضا في النساء، في الطالبات. يعني إلى حد فظيع، أصبح الاتصال بين الذكور والإناث في سن 14 فما فوق أمرا معتادا. تجد الفتاة أو أغلب الفتيات لديهن هاتف، كما هو الحال عند الشباب أيضا، عند الذكور الفتيان، تتصل بمن تريد ويتصل هو بمن يريد دون حواجز أو عن طريق المحادثة في الإنترنت، بل بصور أيضا. يغلق الشاب والشابة على نفسه الغرفة ليتحدث بالساعات مع غيره لا يعرف من هو ولا ما هو، من قبل والديه أو والده أو مربيه في بلاد الإسلام، وفي غير بلاد الإسلام أشد حسب الظاهر، لأن كان هذا الأمر حرك الناس في بلاد الكفر كما ذكرت لكم في بريطانيا قبل سنوات، وكنت هناك، أسست شرطة وحدة خاصة لمكافحة هذا الأمر، FBI في بريطانيا، مثل FBI الموجودة في أمريكا، لبحث هذه القضايا التي تتعلق بالدعارة مع الأطفال. وفي ذلك الوقت كان الملف وصل إلى القبض أو اتهام 1700 شخص اكتشف عندهم هذا الأمر، من المشاهير سواء كانوا من المغنين أو الراقصين أو الممثلين أو بعض السياسيين، بل حتى من الشرطة أنفسهم لديهم في أجهزتهم الخاصة صور لأطفال عارية، أو أنهم يتصلون بأطفال ويقيمون معهم محادثات غير لائقة، وارتقى في بعض الأحيان إلى اللقاء بهؤلاء الأطفال والتحادث معهم، ومع بعضهم وصل الأمر إلى ارتكاب الفاحشة، ومع بعضهم إلى الخطف. ففوجئ المجتمع بهذه التصرفات، يعني انتبهوا، أخذوا يحاولون القضاء على هذا الأمر، ووضعت له أشد القوانين صرامة. وهذا الأمر بدأ في بلاد الإسلام، وكم من أولياء الأمور يأتون ليخبروا بهذا، يقول ما كانوا يتصورون أن الأمر وصل هذا الحد بأولادهم، فإذا بهم يكتشفون الأمر بعد مدة. وتكلم هنا عن الذكور والإناث على السواء، نفس مجال المخدرات أيضا يتعلمون من بعضهم البعض عن طريق هذه الوسائل، سبيل للانحراف. والقصص في ذلك كثيرة، قصص في ذلك كثيرة، حتى أن بعض من وقع له ذلك وأعد الدراسات في هذا أيضا، أن أكثر الضحايا من الأطفال من قبل من يتعامل معهم، اكتشفت بهذه الصورة، قد يكون من المدرس، وقد يكون من الحاضن في حضانة أطفال، وقد يكون من القريب، أخ أو ابن عم أو شخص قريب أكبر سنا طبعا ولو بقليل يتعامل مع هذا الطفل. المهم هناك علاقة تسمح بالتعامل مع هذا الطفل بوجه من الوجوه، فيساء استغلالها.
كم من الأولاد أفسدوا من قبل جيرانهم، أولاد الجيران أو الأقارب، بوسيلة من هذه الوسائل المفسدة. يتعلمون الكلمات النابية، يتعلمون هذا السلوك الخاطئ، ينقلون هذه الصور الفاضحة، يتعرفون على المواقع، مواقع الدعارة، يتعرفون على بعض قرناء السوء المفسدين عن طريق هؤلاء الذين تظاهرون بمظهر النصح والصداقة، ولكنهم يبطنون الفساد والانحراف. اطلعت على رسالة من مدرس كتبها لأحد طلبته وهو طفل في المرحلة الابتدائية، وقمت أتتبع هذه الرسائل، هي سلسلة. ففي البداية كان هذا المدرس يوجه الطالب وينصحه، وربما يذكر من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتقول هذا من عداد عباد الله الصالحين، وهكذا في البداية وفي الرسالة الثانية، وهكذا استمر، وأخذ بعد ذلك يظهر شيئا فشيئا. باسم الرياضة أيضا تستباح المحارم، ليس باسم المدنية والتطور فقط، ليس هذا كما قلت يعني صدا للناس على المدنية والتطور والانفتاح، كلا، هذا أمر مطلوب، وليس صدا للناس على الرياضة، الرياضة أمر مطلوب شرعا لا كلام في هذا، ولكن هناك ضوابط. كم من الأولاد ومن الكبار أيضا جروا إلى الرذيلة وإلى الانحراف بسبب ذلك. قال مجموعة يذهبون للتدرب على السباحة، ما هو اللباس؟ لباس فاضح. قال لا، عند الرياضة تتحطم صخور الشهوات، وهم في هذا السن، استغلال سيء من قبل كبار للصغار. باسم الرياضة تكشف العورات، تظهر امرأة ولا شيء يستر جسدها إلا خيط، والرجل كذلك. وإن كان العجيب يعني الآن أصبح الرجال يعني يذهبون إلى لباس أستر وأفضل، سبحان الله، وهذا شيء حسن، والنساء يزددن تكشفا وعريا، وكأن هذه الصور لا تؤثر على من ينظر إليها أيضا. قال هذه رياضة لا بأس، ولكن تأكدوا أن هناك أرقاما تخفى، هناك كثير من الفضائع التي تحدث في هذه الصلاة التي يدعى فيها أن الرياضة هي التي تسود، وأنه لا مجال لتصور وقوع فضائح جنسية، كلا، حتى في دور العبادة، فيما يسمى بدور العبادة تقع فضائح. هذا إنسان، تذكرون العام قبل الماضي الإعلام نشر هذا 5000 قضية استغلال جنسي على القساوسة في أمريكا، 5000 دعوة في أمريكا وحدها، وأصبح الضجة ضد الكنيسة، وهذا مشهور في الإعلام، واجتمع بسببها يعني الكنيسة الإنجليكانية، وأخذوا يبحثون يعني عن بقاء هؤلاء القساوسة في وظائفهم، ولم يبت فيهم أمر إلى الآن، لأن الأمر بلغ إلى أن اعترفت بعض أتباع
هذه الديانات حتى بالشذوذ وما يسمى بزواج المثليين أو المثلين، وأصبح لهؤلاء وزن في المجتمع بحيث لا يستطيع أحد أن يتكلم عليهم، وإلا اعتبر معتديا على حق من حقوق الإنسان. وأصبحت الأحزاب السياسية في تلك البلاد التي تمارس الانتخابات تراعيهم لكسب أصواتهم وتعدهم بمزيد من الحريات، وهذا أصبح أمرا معتادا. وإنما البحث الآن، لما كنت هناك أنا في وقت من الأوقات كانوا يبحثون عن مسألة حضانة، هل يسمح للزوج والزوجة المثلين هؤلاء، يعني ذكر رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة بالحضانة، لأن ما عندهم أولاد، معاكس للفطرة. قالوا يريدون حضانة، تبني، نعم يسمونه التبني، هل يؤذن لهم بالتبني أو لا؟ مسألة تناقش في البرلمان، لازال الشارع الجمهور غير متقبل لها، لأن لديه فكرة عن هؤلاء وانحرافهم. يقول هؤلاء لو كان يعني لا يؤمنون على الأطفال، لأنهم يجرون الأطفال إلى الانحراف، فقد يرتكبون معهم الفاحشة والعياذ بالله، فكيف نأمن أن نسلمهم طفلا لكي يعيش معهم؟ وما هي الأفكار التي سيربونها أو سيربونه عليها؟ فلا زالت هناك معارضة من قبل الشارع شديدة، ولكن نتصور بعد مدة أنهم سيعطون هذا، أو ربما أعطوا في خلال الأيام الماضية ولم أسمع بذلك. فأقول بأن هذه الدعاوى كثيرة، دعاوى كثيرة لأجل الانحراف. والشيطان يسوي للإنسان، قبل يومين تقريبا سمعت أن شخصا يمارس مع زوجته حق المعاشر، فماذا صنع؟ صور نفسه هو أهله هو زوجته بالهاتف، قال بيسافر ونحافظ على الصورة حتى يشاهد كذا مع فيش، نسأل الله السلام والعافية. أي أفكار غريبة، ووقع الهاتف بيد أحد، ولما وقع الهاتف بيد أحد نصر الصورة في الإنترنت. تصوروا ماذا حدث، ما هي النتيجة، ما هي النتيجة؟ يعني دمر حياته ودمر حياة زوجته وحياة أولاده، نسأل الله العافية. يعني بعض يعني تصرفات ساذجة، الشيطان يسول للإنسان كثيرا من الأمور، ولذلك العلماء يحذرون كثيرا من هذا. والأصل لست بصدد الحديث عن بعض الأحكام في هذا الدرس، كنت أود أن أؤخر هذا، وإن شاء ذلك سأؤخر إن شاء الله تعالى، لي حديث خاص عما تعلق بمعاملة الرجل للرجل كيف تكون، سواء كانت معاملة للطفل الصغير، وكيف ذكر العلماء أحكام ما يسمى بالأمرد، وأيضا للرجل الكبير، هذه أحكام لابد من معرفتها، لأن معظم النار من مستصغر الشر، والتهاون مع هذه الأمور أو في هذه الأحكام قد يجر إلى عواقب وخيمة. فعلى المرء أن لا يحوم حول الحمى، لأن من أوشك من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ترى أن الإسلام شدد في أمر الفروج كثيرا، وجعل المحافظة على العرض من أحد المقاصد التي يسعى إلى حفظها في التشريع، أحد المقاصد الشرعية السامية، المقاصد الكلية التي يتناغم فيها التشريع في كافة
درجاته أو جوانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن ذلك في حجة الوداع عندما قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لأن كان هذا فيما تعلق بحرمة عرض الغير، فكيف فيما تعلق بعرض المرء نفسه؟ الأصل في المسلم أن يحافظ على عرض أخيه وأن يغار على عرض أخيه، ألا يسمح لنفسه بالاعتداء على أعراض الآخرين، فكيف يعتدي على عرض نفسه ويهتك عرض نفسه؟ ولذلك جاءت العقوبة صارمة في هذا أيضا. انظروا إلى قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه عقوبة الذي يفعل الفاحشة، فاحشة الزنا والعياذ بالله، إن كان بكرا أن يجلد 100 جلدة. ثم ماذا؟ المولى تعالى يوصي بعدم الرأفة بهؤلاء، لأن هؤلاء هتكوا العرض، وهذا الهتك للعرض يؤدي إلى قتل. وهذا هو السر كما ذكر شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى في الحكمة من ذكر الزنا بين قتلين. فالله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذكر الزنا بين قتلين، قال: لأن الزنا قتل الفضيلة، قتل الحياء، لا يقدم على الزنا إلا من وصل درجة عظيمة من عدام الحياء. الحياء يدعو الإنسان إلى ألا ينظر نظرة مريبة، فضلا عن أن يتكلم، فضلا عن أن يلمس، فضلا عن أن يهتك الستر لمواقعة الحرام. إذن هذا يدل على انعدام الحياء. ثم إنه قتل للإيمان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ارتفع الإيمان. ثم إن هذا الزنا أيضا قتل للمجتمع، خراب في المجتمع، دمار، لأنه يؤدي إلى انحلال الروابط. لو أن أحدا علم أن امرأته أو ابنته أو أخته أو أمه والعياذ بالله تتعامل أو ترتكب هذه الفاحشة مع أحد، كيف ينظر إلى الفاعل؟ هل تبقى رابطة بينه وبينه؟ تنحل الروابط، تذهب الأواصر، ويكثر أولاد الزنا والعياذ بالله، الأولاد المشردون الذين لا راعي لهم، لا أبا يحنو عليهم، لا أم ترعاهم. يلقى الطفل في مسجد من المساجد، يلقى على الطريق وهو ابن يوم أو يومين أو ابن سنة أو سنتين، لا يعرف له أب ولا أم، يكثر اللقطاء، يعيش هؤلاء منبوذين في المجتمع ويعيشون ناقمين على المجتمع ساخطين عليه، لأنهم عاشوا حياة مزرية فيريدون الانتقام
فيرتكبون الجرائم وليس هناك رادع يردعهم، إذ لا شرف لهم ولا كرامة لهم، فلا يبالون أن يلقوا في غياهب السجون، ولا يبالون لو أزهقت أرواحهم، ولا يبالون أن يفتكوا بمن أمامهم، لأن أحدا لم يرعهم، لم ينالوا تربية ورعاية على الأخلاق تردعهم عن فعل ما يشين. فالزنا قتل المجتمع، عندما تنتشر الأمراض بسبب الزنا، مرض الإيدز، الزهري، السيلان، إيبولا، كثير من الأمراض قاتلة بالملايين، بالملايين في كل مكان من العالم، في كل مكان من العالم، وهي في ازدياد خاصة في البلاد الإسلامية، يعني في البلاد الإسلامية تزداد. ما أقول هي يعني باعتراف منظمة الصحة العالمية أن البلاد الإسلامية أقل البلاد بحمد الله تعالى انتشار لهذا المرض، لكن النسبة في ازدياد. فالمسألة خطيرة. إذن الزنا والعياذ بالله قتل، ولذلك كانت العقوبة فيه صارمة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بعض الناس اليوم ينظرون إلى الزاني كأنه رجل، أو كأنه هو عندما يتفاخر أمام الناس يقول سافرت المكان الفلاني وسرت البلاد الفلانية وفعلت وصنعت وظهر إلى بيوت المساج حتى يعني سوى له مساج شوي هكذا، ويفعل ويصنع ويفتخر مع زملائه. الله تعالى يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الذي لا يشتد على هؤلاء ولا يوقع عليهم العقوبة التي يستحقونها وهو قادر على ذلك، ليس من الإيمان، من الإيمان في شيء. وانظروا هنا يعني اللطيفة هذه، يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دون غيره من العقوبات في الزنا. المولى تعالى يخص هذه، يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لأجل الرجع لمن تسول له نفسه أن يقع فيما وقع فيها هذا الزاني أو الزانية والعياذ بالله. عقوبة له أن يفتضح بين رؤوس الأشهاد إن ثبت عليه هذا الأمر، تربية لهذه النفس الأمارة بالسوء، كما يقال آخر الدواء الكي. الإسلام عندما شرع هذه العقوبة الصارمة لم يفعل ذلك معاكسة للفطرة، هذا نظام رباني أيها الإخوة الأفاضل والأخوات، نظام رباني ينسجم مع الفطرة. والذي يقع في هذه العقوبة هو شخص يعني دنيء، شخص مخذول، ما وصل إلى هذه الانتكاسة إلا وهو مستحق لهذه العقوبة. نجد الإسلام يمنع، يأمر بغض البصر، أول الأمر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال ويحفظوا فروجهم، غض البصر ينتج عنه حفظ الفرج، هذا لم يغض بصره. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. للأسف الشديد كأن الغض كأن غض البصر خاص بالرجال، وكأن النساء لا يؤمرن بغض البصر. قال لك الآن شاهدا معرف نور مهند مندل كذا، وأصبحت قضية حتى في إذاعة لندن البي بي سي قبل يومين يناقشوا موضوع هذا، تعجبت من هذا وكيف تأثير في العالم العربي والإسلامي وكيف هيش اللي صاير الله أعلم.
ما أعرف ماذا وقع للناس. أقول هذا يعني النساء كان مباح لهن كل شيء، الرجال نعم يمنعون، أما المرأة لا بأس. إلى درجة أن إحدى النساء تخبرني تقول كنت ذاهبة لزيارة امرأة وكنا في مجلس، وامرأة تقول أنا في الحلقة الماضية ما صليت، ما شاء الله فاتتني الصلاة، قلت أنا ما فوت الحلقة، قال أنت فوت الصلاة خرج وقتها، قالت نعم ما صليت، قلت لا إله إلا الله إلى هذا الحال. ونشرت الصحف هنا عندنا أيضا قبل مدة في بعض البلاد أيضا العربية والإسلامية أن رجلا طلق امرأة بسبب هذا، قالت مخلي صورة ذاك البطل ما شاء الله في هاتفها في الخلفية، طلقها، حدثت حالات طلاق، هدمت أسر وبيوت، وقع فساد وانحراف. وخبرت من آخر القصص قبل عدة أيام أن شخصا تقدم لخطبة امرأة فقالت لا إلا تغير اسمك يكون مهند، قال لو لا غير تصير في شغل ايش انت ايش هذا، نعم ردته بسبب ان ما طعيق، قد كنت بتزوج تغير اسمك، ما شاء الله ماذا حصل للناس، اعوذ بالله. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. الاسلام جعل ادابا للاستئذان، يعني شوف يعني الحواجز كما يقال، الحاجز الأول حاجز الثاني، مثل ما عندك سد يعني يجعل سدود صغيرة أو بعض الحواجز قبل التفتيش الكبير بعض الأحيان أو دخول الحدود، آداب للاستئذان. يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. هؤلاء أطفال لم يبلغوا الحلم ويؤمرون بالاستئذان في هذه الأوقات 3. أما الذين بلغوا الحلم، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إيش المولى تعالى يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما واحد يدخل بيوت الناس هكذا، هذه أداب الإسلام الاستئذان. الله تعالى قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل النظر حتى ما يسبق النظر إلى عورات الناس، الواحد في حالة ما يرضى أن يرى عليها. يعني بعض أهل العلم يقول ما يلزم أن يكون يعني على حالة كشف عورة أو مع أهله، يعني حتى في بعض الأحيان يلبس ثيابا لا يريد أن يراه غيره عليها، لا يريد، هذا حقه، لا يريد أن يرى ما في بيته، فللبيوت أسرارها لها خصوصيتها، هذا كله تأديب تربية حتى لا تشتكى الأستار، حتى تحفظ الأعراض، حتى تصان الخصوصيات. هذا ما موجود في أي قانون دولي ولا حقوق إنسان، هذه تشريعات ربانية تعلم البشر الخلق وتصون المجتمع والأعراض قبل 1400 عام. هذا نظام الإسلام، والمسلمون اليوم يتخلون عن هذه الآداب ويقتدون بغيرهم. لماذا؟ لماذا؟ أحد إخوة يخبرني يقول ذهب في بعض البلاد الغربية للسباحة، يقول مارس رياضة، قالوا شيء وقت للرجال وللنساء، قلنا لا ما النساء، شيء وقت في رجال، يقول ذهبنا وتسبحنا في وقت يعني ما أحد فيه إلا رجال، وبعدنا يعني اخترنا وقت أن حتى رجال ما رأيناهم، لكن لما ذهبنا نتسبح شيء هناك بعد الاستحمام يعني في الحوض في أماكن خاصة للسباحة، لأن حوض السباحة فيه ناس كثيرون ومياه مختلطة ربما من مدة، وينصح بالاستحمام بالصابون بعد ذلك. يقول فوجدنا هناك يعني يقول في حياتي يعني قلت في حياتي ما أدري يعني الناس يذهبون عراه
ولا قطع الثوب. وكنت أذكر هذه القصة لأحد يقول ما يقول أنا كنت في مرة من المرات يقول فأشد من هذا. يقول رأيت رجل كبير السن ويقول عنده طفله معه يأخذه كلهم عراه. يقول ما كنت أتصور أن أب أو جد يعني بلغ من الوقاحة وعدم الحياء أن حتى أمام طفله. يعني يمكن رجل مع رجل رجال كبار كلهم بلغ لكن حتى مع ولدي أعوذ بالله ما هذا؟ يعني هل بني آدم يصنع هذا؟ يا إخوة العالم يعيش في على خطر عظيم. المسلمون لديهم هذه الآداب هذه الأخلاق عليهم أن يحافظوا عليها وعليهم أن يعلموا الناس أن يعلموها الناس. فما يغترون بالمدنية والتطور الذي عند الآخرين. نحن لدينا شيء عظيم، نحن نسعى للمدنية والتطور لا كلام في هذا، ولكن نعلم الآخرين أيضا الأخلاق، نعلم الآخرين صون العرض، نعلم الآخرين كرامة الإنسان التي أرادها الإسلام. فعلى كل حال أقول بأن الإسلام ما جعل هذه العقوبة الرادعة لمن يرتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله إلا لأن هذا الشخص الذي زنى والعياذ بالله تجاوز الحدود. فضلا عن عقوبة الزاني المحصن، فضلا عن الذي يرتكب فاحشة قوم لوط والعياذ بالله، فالزاني المحصن عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت كمن عقد على ذلك الإجماع ثبوتا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وتطبيقا أي على من فعل ذلك. وأما لفاحشة قوم لوط فكذلك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. على كل حال نعم يقول السائل هل الغيبة والنميمة متلفة للعرض؟ نعم هي اعتداء على أعراض الآخرين وأنفس الآخرين، فلذلك حرمت الغيبة والنميمة. لا يباح لأحد أن يخدش أعراض الآخرين وحرمات الآخرين سواء بغيبة أو بنميمة. كم من الناس دمرت حياتهم بسبب هذا، بل المولى تعالى يمنع الحديث عن الأعراض بكلمات وعبارات غير لائقة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة، ما ربما لا يذكرون لا يذكر هؤلاء أن فلانا فعل بفلان باسمهما، ولكن سمعنا أن كذا 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 كذا، ترويج بقصد الترويج للفاحشة وبقصد الإفساد. ولذلك حرم السباب في الإسلام، وهذا من ضمن أسباب تحريم السباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، لأنه يجرئ النفس على فعل الحرام والعياذ بالله. ما الحكمة من جعل حد القذف 80 جلدة؟ لا أدري الحكمة من ذلك، فلله الحجة البالغة، فجعل هذا العدد حسب ما يظهر أمر تعبدي، والله تعالى أعلم. أما أنا لا أدري، نختصر على هذا القدر، وأعلن هنا التوقف إن شاء الله تعالى عن هذه الدروس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى، وعسى أن نلتقي في رمضان في دروس، لكن هذه السلسلة إن شاء الله تتوقف. والآن وأكرر شكري لمركز سلطان قابوس للثقافة الإسلامية على إتاحة هذه الفرصة، وأشكركم جميعا على حضوركم طول هذه المدة، وللإخوة المسجلين أيضا وللأخوات الحاضرات ولإدارة هذا المسجد، وشكر لله تعالى من قبل ومن بعد.
ونسأل الله تعالى يوفقنا للخير في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، وحصن فروجنا، واستر عوراتنا، وامن روعاتنا، وبصرنا بعيوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجمع كلمتنا، وألف بين قلوبنا، وارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على من ظلمنا وعادانا وبغى علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما كسبت أيدينا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم بلغنا شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين واخذ الكافرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.